للعمل الخيري مفهوم متجذر، حيث يقوم الإنسان بتقديمه في سبيل مساعدة إنسان آخر وجلب السعادة له، فهو ثقافة العطاء بلا مقابل واختبار الراحة النفسية الحقيقية عند مساعدة الآخرين، حيث يمنح الإنسان ما لديه عن طيب خاطر دون ضغط أو توقع استرداد ما أعطاه من أجل تقليل معاناة إنسان آخر، وليس ذلك لكسب شهرة أو للقب فاعل خير بين الناس. في تقريرنا اليوم سنتكلم عن مبادرة إنسانية من الشاب عبد الحليم شمس الدين المهجر من مدينة حمص، حيث قرر برفقة عدد من الشباب تغيير واقع قاطني الخيام بريف عفرين، وذلك بعد أن عانى سابقاً من مرارة العيش في المخيمات، فقام ببناء كتل سكنية تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، وقد بدأ بنقل الأسر إليها. أنا عبد الحليم شمس الدين، ناشط بالمجال الإنساني. نحن ومجموعة شباب كنا تهجرنا وعشنا بخيام. الوضع الخيمي كان جداً صعب وجداً مأساوي. نحن مجموعة من الشباب قررنا أنه نغير واقعنا نحن بالبداية، ونغير واقع الأسر اللي كانت عايشة معنا ضمن هاي الخيمة. عشنا بوضع جداً مأساوي، برد الشتاء قارس، هواء الشتاء عنا الخيام، فحبينا نعمل حركة تغيير. قدرنا نتواصل مع بعض الناشطين من الخارج، قدرنا نسجل الدعم، قدرنا نبلش نشتغل على الأرض. عملنا كبداية عملنا على 10 وحدات سكنية، قدرنا ننقل العوائل من الخيام على هاي الوحدات. الحمد لله هلأ نحن صار لحد الآن جاهز عنا 50 وحدة سكنية. المشروع قائم لللانهاية، يعني بجهود ودعم هاي الشباب والنشطاء واللي كل شيء عم بيساعدنا، بإذن الله نحن رح نستمر لحتى إنه نحاول ما نخلي ولا خيمة موجودة. نحن الآن بمنطقة عفرين شران كفر روم، بالضبط هون أنشأنا هذا المخيم، والحمد لله إن عم نلاقي إكبار كبير وفرحة كبيرة من الأهالي إنه نحن طلعناهم من الخيمة ومن جحيم هاي الخيمة إلى بيت يقويهم، أقل شيء في له باب وقت اللي يسكروه يحسوا بالأمان. الناس 10 سنين عايشة بالخيم، ما في باب، ما في شيء اسمه شباك، ما في أي مقومات حياة. الحمد لله هون وقت اللي عم بيجوا يقولوا باب، يعني باب يقدروا يقفلوا عليه ويفوتوا ويأمنوا على أولادهم، يعني الحمد لله، يعني أكثر شيء حسينا فيه إنه الناس صارت تشعر بالأمان ضمن هذا المجمع. الحمد لله رب العالمين، سكننا ببيوت لأن كنا ساكنين بخيمة، لأن كنا ساكنين بخيمة عنا منها من الشتوية، أقسم بالله كنا ننام الأولاد المي تجي من تحتنا، وسمعنا هين عيتعمر بيوت غير عنا الخيمة، بس الحمد لله رب العالمين أحسن. بس نحن هي ناقصنا يعني مثل بس شغلة خزانات وتطورات شوي، وإحنا جينا على هذا المبنى لعنه بيوت ولسه حتى ما خلصوا شغل، قد ما عانينا من الشتوية ما خلصوا شغل وجينا سكننا هنا. أخواتي إحنا كنا ساكنين بمخيم، والخيم كتير تعذبنا فيها من المي، من البرد ومن حر الصيف، كتير تعذبنا. وسمعنا إنه هون عم يبنوا سكن يعني كويس، ونحنا أصرينا على صاحب المشروع إنه نجي نسكن هون. نحنا بإرادتنا أصرينا، والحمد لله قعدنا ببيوت كويسة ومنيحة، وأمورنا بخير الحمد لله رب العالمين. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.